قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء كذلك يضرب الله الأمثال.
السماء. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمره الله به والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يرزق الرزق لمن يشاء
إن الله